السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. يا أهلا وسهلا في معشر المصممين والمهتمين في الجرافيك وعالم الديزاين. اليوم جايب لكم موقع مميز يخدم المتخصصين في مجال الجرافيك ديزاين في تصنيع الموك اب لجميع تفاصيل الهويه البصريه. وفي السابق كنا كمصممين جرافيك، يعني قبل عصر الذكاء الاصطناعي اللي هو بدا في عام 2023 او نهايه 2022، كنا نصمم الموك اب للهويات البصريه والهويات التجاريه عن طريق موك اب ننزله من فريبيك او من ادوبي ستوك او من اي مواقع ثانيه، بعدين ناخذه على الفوتوشوب على استريتور، نبدا نشتغل على الملف الخاص بالهوية البصرية أو الموك أب الخاص بالهوية البصرية، وتأخذ منها العملية هاي جهد كبير وعملية يعني متعبة صراحة، نوعا ما متعبة وتأخذ جهد ومجهود. الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا الموقع اللي راح أشرح له الآن راح يوفر لكم كل تفاصيل، أو راح يقدر هذا الموقع يعني يشتغل على كل تفاصيل الهوية البصرية، ليصنع لك الموك اب بضغط الزر ويشتغل عليها، وتقدر تعدل على الالوان الهويه والوان البوتوم والوان التيشيرتات والوان الاكواب والوان ملفات الهويه، الوان الطباعه، الوان طبعا انا ما اشرح وما اطول في المقدمه، خلونا نبدا بالشكل العملي. هو راح يبين لنا النتيجه النهائيه وهل هذا الموقع راح يخدمنا كمصممين في صناعه الموك اب لتصاميمنا والهوياتنا البصريه او لا. اول ما تفتح الموقع راح تفتح لك هذه الواجهه، طبعا هنا يعطيك التيشيرتات، يعطيك ملصقات، يعطيك اشياء كثيره خاصه في الهويه البصريه. ارفع لفوق، نروح نرفع اي تصميم او اي شعار عندي. انا عندي مثلا شعار قمت بتنزيله، قمت بتصميم هذا الشعار مسبق لشركه باب الثمار. الان عندي هذا اللوجو، تمام، اقدر اشتغل عليه. مثلا عجبتني الصورة الأولى، أقدر أضغط عليها وأروح على الشخص هذا، تمام، هذا اللوجو الآن فتح معي يعني على شكل موك أب. يعني هذا شخص مثلا وليكن هذا عامل يشتغل داخل الشركة، فحاب أصمم اللون أو الموك أب للشعار أو للهوية. طبعا هذا الشعار تقدر تشتغل عليه وتقدر تتحكم في حجمه وزاويته، يعني هذا الجميل في الموقع أنك تقدر تتحكم في جميع زوايا الشعار وفي حجمه وفي مكانه على مثلا ما عجبني هنا اروح احطه في المكان المناسب اللي يناسبني انا. هو بشكل تلقائي الموقع يحط لك الشعار في المكان المناسب. الان يعطيك الجميل في هذا الموقع كذلك يعطيك لون البلوزه او لون التيشيرت، كيف تريد اللون، يعني لونه ابيض مثلا. انا يناسبني يكون تدرج من تدرجات الشعار، اروح اختار تدرج من تدرجات الشعار لون مخصص، مثلا هذا اللون الاخضر، مثلا اروح اختار اللون هذا اللون الحلو، يعني من درجة من درجات اللون الأخضر، فيعطيني جمالية للشعار أو للموك أب الخاص بي. هاي أول خطوة. التيشيرتات لو أروح مثلا الشخص هذا عجبني الموك أب هذا الشخص، كذلك أقدر أشتغل عليه وأعدل على لون التيشيرت وأعدل على حجم الشعار، نشوف التموج اللي أعطاني والشكل للشعار كأنه فعلا مطبوع على القميص، فأعطاني شيء ثلاثية الأبعاد، شيء مميز، شيء جميل جدا. واقدر كذلك اتحكم في حجم هذا الشعار، لو اكبر هذا الشعار نشوف لو يروح بالطريقه هذه يختفي تماما داخل الـ الـ القميص، ويعطيني حد للشعار انه ما يخرج خارج التصميم او خارج الموك اب، يكون داخل القميص لانه انا اشتغل على تي شيرت فيكون داخله بالضبط. ونشوف التموج اللي اعطاني شكل ثلاثيه الابعاد، صراحه خلال ضغط يعني من خلال ضغط الزر واحده اعطاني شغل جميل جدا وعجبني هذا الشغل، يعني ك ديزاينر عجبني جدا والشغل يعني رهيب جدا ومميز. لو انزل تحت مثلا اخذ شكل ثاني عجبني مثلا هذا الشكل، مثلا الان اشرح انا على التيشيرتات، عجبني هذا الشخص مثلا، نشوف لون بلوزة اخضر كذلك، واقدر اكبر الحجم الشعار وكذلك اشوف التموج كأن الشعار فعلا مطبوع على القميص ولا يقدر يلاحظ عليه أي شخص، حتى لو أرسلت هذا الشعار للمصمم ما يقدر يميز لأنه شيء يعني واقعي جدا. الصورة لو راح أنزلها واقعية جدا. طبعا هذا بشكل عام على التيشيرتات. أروح مثلا أختار شيء ثاني من هذا المكان، مثلا نختار الآن الآيفونات أو الجوالات، خلنا نشوف يعطيني آيفون موك أب آيفون، نشوف الجمال، نشوف الخلفية كذلك، أقدر أعدل الخلفية وأقدر أشتغل عليها وأقدر أعدل اللون على شاشة الآيفون، مثلا ما عاجبني اللون الأخضر كذلك أقدر أسوي الخلفية ثانية وأعدل عليها، مثلا الخلفية تكون مثلا مفرغة أو لون مثل هذا اللون، يعني صراحة جميل جدا. شوف اللون تغير عندي، أقدر أعدل الخلفية وأعدل على ألوان الخلفية وكذلك أقدر أعدل على لون خلفية الشاشة،
يعني يعطيك أشياء جميلة صراحة، وتقدر ترفع أي شيء ثاني تقدر تضيفه للموقع. هذا بالنسبة أنا أحاول قدر الإمكان أشرح بشكل سريع، لأنه الموقع راح تستفيدون منه بشكل كبير جدا، وسهل وبسيط، ما يحتاج يعني شرح معمق ولا يحتاج شيء كبير. مثلا ملصق، الملصق هو على مثلا ستيكر، يعني ستيكر موجود على بوتوم معين أو على جوال معين أو على كتاب معين. شوف هذا ستيكر أعطاني على سيارة، وأعطاني إياه على بوتوم، وأعطاني إياه على أقلام، وأعطاني إياه على أشياء كثيرة. مثل هذا الستيكر أقدر أغير حجمه، وكذلك أقدر أغير أشياء داخل المك أب. مثلا سمك الخط، مثلا شوف السمك اللي يعطيني إياه، سمك الستروك للشعار أقدر أزينه نهائيا، كذلك أقدر أخليه خفيف عشان يعطيني تباين أكثر، عشان يبين إنه ستروك فعلا. والخلفية كذلك أقدر أغيرها من هذا اللون إلى هذا اللون وإلى هذا اللون، فالشيء صراحة ممتع وجميل جدا. مثلا عندي طبعا، نشوف الآن كذلك اللي أعطاني استيكر على الآيفون أو على الجوال. نشوف استيكر معطيني على الجوال، يعني جميل، تقدر تتحكم في مكان الاستيكر، وكذلك تقدر تطبقون هذا الشيء على جميع التصاميم وجميع المكأب الثانية كاستيكر. عشان نروح على اللي بعده، ونشرح اللي بعده ونشرح ميزات هذا الموقع. نشوف كذلك البوتوم، هذا كذلك تقدر تتحكم فيه وتعدل عليه. نروح على اللي بعده. مثلا عندي الآن أخذنا ستيكر، في عندي كذلك ستيكر ثاني، هو ملصق ثاني، نوع من الأنواع الستيكرات. إنه مثلا عندي هذا اللوحة، تقدر تجيب لوحة خاصة في التصميم، مثلا فواكه أو شيء وتضيفها، وصلى الله وبارك. يعني شيء جميل جدا صراحة، أن يوفر لك هذا الشيء بدقائق وثواني، وبدون ما تروح تتعذب وتدخل وتجيب من الفوتو، تجيب من الفري بيك، وتجيب من يمين ويسار عشان تصنع هوية كاملة ومكأب كامل. فأعطيني مثلا عندي قارمة، أو عندي مكأب اللوحة في الشارع مثلا الهوية الخاصة بي، أقدر أضيفها وبكل سهولة أرفعها وأضيفها في هذا الموقع. فرضا يعني أنزل، تقدر تنزلها، طبعا تنزيل بسيط جدا من هنا، تنزل المكأب من هنا، بتعطيه خيار تنزيل، ينزل عندك التصميم بشكل تلقائي. شوف نزل عندنا، وفي الحجم الطبيعي، وفي حجم قوي جدا صراحة، وجودة عالية. يعني أعطيكم مثال التنزيل عشان نشرح السريع. شوف مثلا كانت عندي هذه اللوحة، شوف الجمالية والدقة، جميل جدا. تقدر تتعدل وتعدل على أشياء مثل مقاسات الشعار، وتعدل على اللون، وتعدل على أشياء كثيرة جدا تقدر تلعب فيها داخل هذا التصميم. وشوف التصميم تغير واللون تغير على أشياء كثيرة. لوحة مثلا عندي لوحة عايز أسوي لها موك أب، راح أضيفها هنا بشكل تلقائي، تنضاف اللوحة. يعني جميل جدا صراحة، فالموقع مميز جدا، يخدم جميع المصممين. نروح مثلا، نروح على الأشياء الثانية أو على الخدمات الثانية يقدمها هذا الموقع. الكوب كذلك تقدر تستخدمونه، مثلا عندكم مشروب قهوة، مشروب عصير، كذلك يستخدم في الهويات التجارية الثانية، أنك توفر الموك أب تستخدمه وتشتغل عليه. مثلا وسادة أو مخدة، شوف إيش المخدة، الله، شوف الإبداع، شوف الإبداع، يعني جميل جدا صراحة، إبداع 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 إبداع. مثلا غير لون المسادة أو المخدة إلى الأصفر، غيرها للأحمر، غيرها للأخضر، الأزرق، بنفسجي، أبيض، يعطيني كل الألوان. الآن نأخذ مثلا الصناديق، أو نأخذ الأشياء الخاصة في التغليف. شوف الجمال، مثلا غير اللون مثل ما أتوقع، مثل ما بدينا، الأخضر، الأخضر، تدرجات الأخضر، أو نأخذ مثلا الأخضر هذا، فراح يعطيني بعد تناسق أكثر وتلوين. شوف إيش يعطيني، شوف التغير يتم على كل البوكسات. شوف شوف شوف، يعني صراحة أنا أسكت، أنتم هتشوفون وتجربون الموقع بنفسكم، راح يعني تستفيدوا منه صراحة بشكل كبير جدا. مثلا كيس التسوق، كثير من الأعمال تحتاج أنك تصمم لها كيس أو موك أب خاص في التغليف والتكيس. نشوف هذا الموقع، مثلا عجبني هذا الموك أب، أقدر أرفع الشعار فوق، وأقدر أكبره، وأقدر أتحكم فيه، وأقدر أغير اللون، وأقدر أقول له انزل لي عندي وخليني أشتغل عليك، وأنشرك على السوشيال ميديا من هذا المكان، والله يعطيك العافية على شغلك وتعبك، وتنزله عندك وتروح تنشره، وتبدأ الإعجابات واللايكات. ما شاء الله، عمل جميل ورهيب، وما تعرف أو ما يعرف الجميع أنه ما استغرق معك إلا 5 أو 10 ثواني في تصميم هذا الشيء من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة اللي خدمت جميع المصممين. مثلا عندي هذه القبعة ثلاثية الأبعاد، أقدر أشتغل عليها وأغير من لونها وأغير الحجم عليها، وأستفيد منها كمصمم، وأنزلها من ضمن تفاصيل الهوية البصرية الخاصة بي. الآن زجاجة، زجاجة أكيد راح تحتاجها في الكثير من التصاميم. نشوف إيش أعطاني من أشياء خاصة بالزجاج. ننزل تحت، نروح لفوق عشان نبعد عن الإعلانات قدر الإمكان. نشوف الآن أقدر أغير اللون على كل التصاميم، وأقدر أختار أي لون يعجبني. نشوف غطاء الجوال الآن،
مثلا عندي موك اب تصميم خاص في موبايل، عندي متجر الكتروني، عندي شيء عايز ارفع منتج معين اشتغل عليه، ارفع له شعار معين، يعطيك اياه بكل بساطة، وتقدر تعدل على اللون مثل ما اتفقنا من هذا المكان، واي لون تقدر تستفيد منه وتختاره خاص بهويتك، جميع الالوان ضمن الاكواد. الان التيشيرتات نختار مثلا هذا المكان او هذا البلوزه الخاصه في هذا الشعار، مثلا هذه البلوزه عجبتني انا صراحه، قمت بالتصميم عليه هويه كامله خاصه في براند، واستفدت منه خلال 10 دقائق، انتجت جميع منتجات او جميع تفاصيل الموك اب الخاص بي، وشاركته ولاقى اعجاب الجميع، وخلال 10 دقائق انهيت كل التفاصيل الخاصه في الموك اب. صراحه انا عصر الذكاء الاصطناعي صراحة يعني عصر السرعة، عالم جميل جدا. مثلا هذا الموك اب عجبني، وشوف الجميل الجميل يعطيك تموج ثلاثية لبعد، شوف التموج، يعني صراحة انا اتكلم لكن ما يفهم علي ايش اتكلم الا المصممين اللي يمرون بالاشياء اللي تقدر التأثيرات هذه اللي تقدر تشتغل عليها، يعني تاخذ وقت كبير على البرامج الثانية. شوف التموج الثلاثية لبعد، يعني أسكت، أنا سأسكت قليلا هنا، سأتوقف عن الحديث قليلا. طبعا أصدقائي تقدر تستفيدون من هذا الموقع في جميع تفاصيل أو صناعة تفاصيل الموك أب الخاص بكم لتصاميمكم والهويات البصرية. أترككم رابط الموقع في وصف الفيديو، وأتمنى استفدتم من هذا الشرح المبسط والسريع، لأنه هو الموقع سهل وبسيط، ما يحتاج لهذا الشرح وما يحتاج لهذا المدة من الشرح، لكن أنا حبيت أشارككم هذا الموقع وعشان أشرح لكم سهولة هذا الموقع وبساطته وسرعة إنتاج تفاصيل الموك أب للهويات البصرية. أتمنى تكونوا استفدتم بشكل عام، والموقع راح يفيدكم إن شاء الله في تصاميمكم، أتمنى أنه تستخدمونه في جميع تصاميمكم لأنه راح يوفر لكم الوقت والجهد، وأراكم إن شاء الله على خير. كان معكم مشعل، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.